السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على واحد الإقامة رائعة وكبيرة ضخمة تقع بالقرب من حديقة دنيا بارك، واللي تابعة لمستثمر أجنبي من البرتغال مع شركاء جزائريين. وهنا رانا نقترب من هذه الإقامة الرائعة، سوف تلاحظون ذلك. وهي في الحقيقة المعلومات في يعني في لي ريزو، يعني في السوسيو، تقريب منعدمة على هذه الإقامة، ما عدا أنها عندما نمر من طريق السيار نتاع الدار البيضاء نشاهدها من طريق السيار، تبان مليح. الآن سوف أقترب أكثر فأكثر وسوف نشاهد هذه الإقامة يعني عن قرب. هنا ندخل الباركينج نتاع دنيا بارك ونقترب من الإقامة. وكيف رانا نشاهد تعتبر إقامة يعني ضخمة وعندها شكل هندسي، رغم البساطة تاعو من حيث الشكل، إلا أنه يعتبر يعني إن فوم أيروديناميك شابة. نخليكم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.